هل الذبح عند القبور شرك؟ اي نعم، ما ذبح عندها الا انه يتقرب اليها، فلا يجوز الذبح عندها. نعم. يقول احسن الله اليكم: واذا كان لا يعتقد في صاحب القبر شيئا، ليش يذبح عنده؟ صار ما يعتقد عنده، شوف وش له يذبح عنده؟ ابي وسخ القبر بالذبيحه والدم، ما ذبح عنده الا انه يرجوها ويخافه. نعم.